حنا هنايا داخلين، انا مضربه على الطعام هنايا اليوم نهار التاسع. نقلت للمستشفى جوج ديال المرات، الحاله ديالنا غدا وكتدهور. انا ما بقيتش كنحس براسي مزيانه، حتى حد ما جا عندنا، لا من مسؤولين ولا من الحقوقيين ولا حتى واحد ما جا عندنا يسولنا. حنا ما زلنا مستمرين هنايا تحت شعار يا اما الكرامه او لا الاستشهاد. انا ام ديال ثلاثه ديال البنيتات، مخليه بنيتاتي وجيت هنايا كنناضل، توحشتهم الصراحه. وراه زعما صراحه راه حنا تحطمنا بزاف. ومعايا الاخوات هما راهم تنقلوا للمستشفى جوج المرات. معنا واحد الاخت اليوم راه باقا ما جات من السبيطار، الحاله ديالها حتى هي صعيبه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكنشكروا هذا المنبر هذا الإعلامي اللي جا يوصل الصوت ديالنا على وعسى. حنا كنتمناو وشكرا. واش عندكم شي مسؤولين؟ والو، ما جعنا لا مسؤولين لا حتى حاجة. حنا هنايا اليوم التاسع وحنا باقين، ما كاين والو خويا، ما كاين حتى حاجة. شكرا. باقين مستمرين، باقين باقين باقين. يا الكرامة يا غنموتوا، ما كاينش. ما احنا ما مزعزعينش من هنا، احنا ما مزعزعينش، صافي عزمنا. احنا راه شحال، انا راه من 2015 وحنا في النضالات، وحنا كنمشيو عند المسؤولين ومشيو في المراسلات ومشيو كنمشيو سلميا عندهم، وكنحطوا داكشي وما كيهضروا معنا لا والو والو. الاذان الصماء. هذا الاضراب عني الطعام اثر لي بزاف على القلب، اثر لي بزاف على الشوف، اثر ليا بزاف على التنفس ديالي. ما كاينش من المسؤولين للاسف، حتى واحد اللي دق علينا، حتى واحد اللي يقول شنو كاين، حتى واحد اللي يشوف الحاله ديال هاد المضرب اللي اليوم التاسع من الاضراب. قالوا لي الاطباء الا زدتي غير مره واحده صافي غادي يشدوني. كنتاسف الحقيقه لهذا الوضع هذا. اللي الدكاتره ماشي غير انا، كاين اللي جوج المرات مشى للطبيب، كاين اللي ثلاثه المرات، وانا قالوا لي اخر مره غادي الا جيتي عاوتاني خصك ضروري تاكلي. وانا كنقول لهم استحاله استحاله، واش غادي ناكل الا ما كانتش الوظيفه؟ استحاله، الموت ولا المدلة كيف ما شفتوا في الشعار ديالنا. بعد يعني استنفاذ جميع خطوات النضاليه من وقفات ومسيرات احتجاجيه بشكل حضاري وسلمي، وبعد يعني توزيع مجموعه من المراسلات قد تصل الى 1000 مراسله الى المؤسسات الدستوريه والحقوقيه والوزارات والفرق النيابيه والبرلمانيه وكذلك النقابات والمؤسسات الحقوقيه. ندخل الان في اضراب مفتوح عن الطعام. هذا هو اليوم التاسع، 11 حاله نقلت الى المستشفى، حالة الأخيرة نقلت في الصباح لا تزال حالتها مغمى عليها، نبضات قلبها وفق التقرير الطبي دقات قلبها حوالي 200 دقة في الدقيقة، نبضة في الدقيقة، وكذلك ربما حالتها مزرية. الإضراب عن الطعام دخلنا فيه في 12 دكتور معطل وتحت شعار الكرامة أو الاستشهاد. ربما نحن الآن يعني نتجه إلى الاستشهاد، والشهادة نحن أهل لها. ليس هناك أي حوار جاد ومسؤول من الجهات المسؤولة. المسؤولون يضعون في أذنهم اليمنى طينا وفي الأذن اليسرى عجينا.